أهلا بكم. واصلت العملة الوطنية تراجعها أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرفية، وقال مصرفون اليمن شباب إن سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفع اليوم الثلاثاء إلى 1025 ريالا للشراء و 1038 ريالا للبيع، كما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 270 ريالا للشراء و 273 ريالا للبيع وسط صعود جماعي لسلة العملات الأجنبية. ويأتي استمرار تدهور العملة الوطنية على الرغم من إعلان البنك المركزي خلال وقت سابق عن اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير للسيطرة على السياسة النقدية واستقرار أسعار الصرف. ويرى اقتصاديون أن فشل هذه السياسات في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف يعود إلى استمرار الانقسام النقدي وغياب الإصلاحات الاقتصادية وشحة النقد الأجنبي في البلاد. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز دكتور محمد قحطان. مرحبا بك دكتور محمد. إذن كما تعلم هناك تراجع مستمر للريال اليمني مقابل الدولار، وهناك عدة إجراءات يعني اتخذها البنك المركزي من أجل تفادي الانقسام المصرفي. برأيك لماذا فشلت الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في كبح أسعار الصرف؟ يعني نستطيع القول بانه فشل الحكومه يعني ممثله بالبنك المركزي في احداث اي اثر لمواجهه الانهيار اللي حصل، بسبب انه مش موجود السلطه ما هيش على الارض. يعني هم يعلنوا اجراءات يعني، وبالتالي الادوات التنفيذيه لا توجد في الارض. وبالتالي يعني لو رجعنا مثلا للاجراءات التي يعني تم اعلانها من قبل البنك المركزي اليمني، يعني هي اجراءات في الحقيقه كانت ممكن تحدث اثر، لانه يعني اعلنوا انه بيتم استبدال الفئات النقديه الجديده بالقديمه، يعني وانه بيقوموا بخفض حجم المعروض النقدي، وانه يعني بيمنعوا المضاربه وتحديد سعر للتحويلات الداخليه، كما اعلنوا انه بيلزموا كافه المؤسسات بالتعامل مع كافه الفئات التي ينزلها البنك المركزي اليمني في عدن، وايضا يعني الرقابه المستمره على السوق النقديه. لكن للاسف يعني ولا شيء تحقق من هذه الاسم من هذه الاجراءات، والسبب ببساطه انه السلطه السياسيه يعني والتنفيذيه غير موجوده في الواقع، يعني يستحيل مع هذا الغياب يعني انه يكون هناك اي اثر لاي سياسه تم اعلانها من الرياض. نعم، إذن كما ذكرت دكتور محمد هناك غياب من قبل الحكومة لتنفيذ قرارات البنك المركزي، وأنت ذكرت أنها كانت يعني في اتجاه صحيح، لكن غياب الحكومة سبب التراجع وانهيار الريال. إذن في منتصف يوليو الماضي شكلت الحكومة لجان وزارية لمواجهة انهيار أسعار الصرف، ما مصير هذه اللجان وما هي الإجراءات التي اتخذتها لتحسين سعر العملة؟ هذا يعني من وجهه نظر اقتصادي هذا كلام فاضي. نعم، لانه يعني مش ممكن قياده يعني السيطره على السوق النقديه والحفاظ على التوازن يعني على توازن السوق بتشكيل لجان، يعني لابد من تفعيل اجهزه الدوله في. نعم. هذه الحاله يفترض انه يعني تفعل وزاره الماليه بصوره صحيحه، وايضا يفعل البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، وزاره الماليه وفروعها في المحافظات، البنك المركزي وفروعها في المحافظات، هم الادوات السياسه الماليه وادوات السياسه النقديه، يعني وبالتالي بدون تفعيل بدون يعني عمل موازنه، بدون تفعيل اولا وزاره الماليه بحيث انه يعني يتم عمل موازنه، وبالتالي من الممكن انه يعني يكون هناك يعني تفعيل للسياسات الماليه، بمعنى انه اي مواجهه بالاختلالات التي تحصل في الجانب الاقتصادي عاده يتم تفعيل ما يسمى بادوات السياسه الماليه وادوات السياسه النقديه، ونحن نعتبر يعني انه ادوات السياسه الماليه وادوات السياسه النقديه
يعني في السيطره على التوازن، على التوازن الاقتصادي والتوازن في السوق النقديه. هذه مساله زي مثل الطائر، يعني عندما يعني يطير لابد ما يكون في جناحين. الان هم يتكلموا على مثلا السياسات النقديه، يعني في الوقت اللي مهملين تماما الجانب الاخر، يعني اللي هو الجناح الاخر. يعني مش ممكن انه يعني يتم السيطرة على السوق النقدية ويعني إعادة التوازن للسوق النقدية، يعني وبنفس الوقت أيضا يعني معالجة الاختلالات اللي حاصلة في الجوانب المالية بدون ما يعني يتم تفعيل وزارة المالية إلى جانب تفعيل إصلاح. يعني الآن قد اتضح أنه البنك المركزي اليمني يعاني من اختلالات أيضا، وبالتالي من صار من الضروري أنه يتم معالجة اختلالات البنك المركزي في الوقت اللي يتم تفعيل وزارة المالية. ويعني بالتالي من الممكن انه تعلن حزمة من السياسات المالية والسياسات النقدية. نعم دكتور محمد، وهذه هي اللي بتكون معنية بتنفيذ اسمه بالتنفيذ. نعم دكتور محمد، إذن في ظل غياب الحكومة كذلك ووزارة المالية عن التواجد في عدن وفي كذلك تواجدها في عدن من أجل تنفيذ سياسة البنك المركزي، ما دامت الحكومة غير متواجدة فيستحيل أن تستقر العملة أو أن يستقر الوضع الاقتصادي بشكل عام. إذن في ظل المؤشرات الحالية وبقاء الأوضاع كما هي عليه، برأيك إلى أين ستتجه أسعار الصرف وما هو مسير الاقتصاد الوطني؟ المزيد من تدهور سعر الريال اليمني، لا يستمر اسمه، لا يستمر التدهور، لأنه مش ممكن أساسا يعني يوقف التدهور في ظل بقاء الأوضاع كما هي عليه. وطبعا استمرار تدهور سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بالتأكيد بيكون له أثر على الجانب الاقتصادي. إلى أين سيصل اللي بيترك على الجانب الاقتصادي اللي هو المزيد من التدهور؟ نعم، إلى أين سيصل الريال اليمني بتوقعاتك؟ يعني الريال اليمني سيستمر بالارتفاع إلى يعني ما حدش يقدر يتنبأ يعني إلى أي مستوى، لكن الآن قد وصل إلى يعني مستوى نقدر نقول يعني إنه فقد قيمته 5 مرات. وهذا ينعكس طبعا على الاسم، ينعكس على الاضطراب في الجانب الاقتصادي وايضا على الجانب المعيشي بالنسبه للناس. الان الناس تعاني، يعني انه نقدر نقول القوه الشرائيه بالنسبه للناس تاكلت بشكل كبير جدا. يعني الدخل 100,000 صارت يعني ما تساوي 20 اسمه، ما تساوي 20,000 يعني لو رجعنا ل 2000 اسمه ل 2014 2014 كان سعر الدولار 215 ريال، الان سعر الدولار قد تجاوز ال 1000 ريال، وبالتالي يعني تاكلت اسمه، تاكلت القوه تستمر، تاكل الريال اليمني القوه الشرائيه للذكور، وسيستمر هذا التاكل اذا لم يكن هناك يعني اجراءات جاده، اذا لم تعود اسمه تعود الحكومه يعني يكون في سلطه، يكون في نعم سلطة اذا لم تعود الحكومه وتمارس يعني عملها في عدن. اذا وضحت الصوره. دكتور محمد قحطان استاذ الاقتصاد بجامعه تعز كنت معنا، شكرا جزيلا لك.